نتكلم على مباراة الزمالك بكرة أمام دريمز اللي نتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق، شايفها إزاي؟ أكيد طبعا بتمنى التوفيق لنادي الزمالك، ماشي بشكل كويس مع المدرب، عنده بعض النواقص محتاجها خصوصا في الخط الأمامي وفي الأمور الدفاعية، برضو محتاج حد مع المجموعة الموجودة، لكن المدرب عنده فكر. أكيد نادي الزمالك لما يلعب بيمثل مصر في بطوله، لو يعني بحكم ان انا راجل اهلاوي، لو بيلعب مع الاهلي في افريقيا مش هقول لك بقى اتمنى وكده، لا اتمنى الاهلي بس هو اللي انا اشوفه يكسب، لكن الزمالك بعيد عن النادي الاهلي فبيلعب في الكونفدراليه، اكيد بتمنى له التوفيق وتبقى لمصلحه المنتخبنا الوطني للزمالك يكسب والاهلي يكسب، كل دي افاده، والكابتن حسام حسن يستفيد من الكلام ده كله، اللعيبه لما تكتسب خبرات من البطولات الافريقيه اكيد هو هيستفيد بشكل كبير، والقاعده بتاعته الاختيار هتزيد بشكل كبير جدا، وخصوصا كمان بعد المباريات الاخيره اللي بيقدمها المدير الفني وتالق بعض اللاعبين، اعتقد هرجع اقول لك تاني نادي الزمالك بيمثل مصر، وطالما بيمثل مصر بتمنى له التوفيق ان شاء الله يكسب مباراته ان شاء الله بكره. ماذا يعني فوز النادي الزمالك على النادي الاهلي قبل المباراه دي؟ انت وانت بتتكلم معايا دلوقتي قلت لي الاهلي رايح، كل الناس متوقعه الاهلي رايح خسران من الزمالك، هتبقى الامور صعبه، لا انا كنت متاكد العكس. دي حقيقه. والعكس بقى؟ عشان ما حدش يراهن على هزيمه النادي الاهلي ابدا. لما انت بتعمل كده النادي الاهلي طريقه تفكيره مختلفه عن بقيه فرق كتير، النادي الاهلي مش اللي هو يقع فينهار فالكلام ده كله، لا انا كنت واثق من كده، عارف باللعيبه بتتحمل مسؤوليه، عارفه اللي فيه جماهير كبيره وضخمه وعريضه بتعشق النادي مش هيقبلوا يزعلوهم، فده بيبقى في حسابات اللعيبه. طب الزمالك ايه بقى؟ الزمالك الطريقه لازم تبقى ايجابيه. يعني ايه؟ يعني لما انا افوز على بطل افريقيا وفريق قوي بحجم النادي الاهلي، ماذا تعنيه قبل مباراه مهمه زي كده؟ بالظبط، الروح المعنويه المرتبعه، الثقه في النفس، انت شفت التواجد الجمهورين، جمهور الاهلي والزمالك المباراه الاخيره بصراحه حاجه ولا اروع، النهارده لازم المدير الفني الشاطر يا كابتن سيف، في حاجات احنا ما بنتكلمش فيها، نقعد نتكلم فنيات واليمين يطلع وبيغطي غلط والمدافع واقف غلط، لكن في حاجات في اوضه اللبس اهم من كل اللي بنقوله اللي تخليك تكسب. ايه بقى؟ ازاي المدير الفني يخلق دافع لفرقته بعد انتصار؟ ازاي انزلك متحفز اللي انت تكسب عشان تسعد جمهورك؟ ده بيفرق من كلام من مدرب لمدرب، خلق الدوافع. وجود شيكابالا في الملعب يمثل كام في المية من قوة الزمالك المعنويه حتى لو مش الفنيه؟ المعنويه في خبرات، فنيا اكيد شيكابالا مش هيدي زي ما ادى قبل كده وقت طويل، بس معنويا السن. معنويا لعيب، واحد من اللعيبه، انا شيكابالا انا هرجع اقول تاني لعيب عنده مهاره، لعيب مختلف مهارته مختلفه، صح، واللي انا على المستوى الشخصي عارف شيكابالا طيب جدا الحقيقه الحقيقه، صح. بس في حاجات بسيطه جدا، اهتف مع جمهور نادي الزمالك وافرح ومالكش دعوه بالمنافس، لان في الاول وفي الاخر انت كابتن من كباتن نادي الزمالك، ما ينفعش يتمسك عليك حاجه، انا بتكلم بما يرضي ضميري، صح. انت لعيب، لعيب موهوب، لعيب كبير، جمهور بيحبك، ومخلص لنادي. علاقتك بيه كويسه يا كابتن؟ شيكابالا علاقتي بيه كويسه جدا، وانا هو على فكره بس عشان اقول كلمه حق، شيكابالا اللي يتعامل معاه قلب طيب بجد، انسان قلبه طيب جدا، لكن بعيب عليه اللي هو حاجات كده، ارقص مع جمهورك، افرح مع جمهورك. سكبت موقف جمهور الزمالك مع فرقته برضه، ما هو ده، هو ده الدافع بتاع الفوز بكره، لو انت عايز تكسب الجماهير بالتواجد ده، انت مستحيل لما اجي في الاوضه اقول شايفين جمهوركم ده ما يروحش زعلان، دافع مثلا.